مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب. حلقه مثل كل الحلقات فيها كتير فقرات وفيها قصه كمان خبركم اياها، بس بدايه ومثل كل حلقه بنحكي عن التصرف الحسن. اليوم يا اصحابي رح بحكي عن لما بشعر بالتعب. اول شيء بحب لكم انه وقت الواحد بحس حاله تعبان لازم يرتاح، خاصه وقت بكون عم يدرس كتير او عم يلعب كتير بالملعب لازم يرتاح. أوين بقدر أخد استراحة أبو 5 دقايق 10 دقايق، هيك بريح جسمي أو بريح عقلي إذا كنت عم بدرس كتير، بعدين بقدر واصل النشاط تبعولي. وأكيد الشعور بالتعب هو شعور طبيعي، كل إنسان بيشعر بالتعب من بعد نحسب ساعات وساعات اللعب بقلب الملعب بالمدرسة أو بملعب البلدية، أكيد رح بيشعر بالتعب، من هيك لازم ارتاح. بقدر أشرب كمية صغيرة من المي جرعة ورا جرعة، ما اشرب كمية كبيرة من المي، خاصة المي المسقعة ابدا من بعد الرياضة ومن بعد ساعات عديدة من الرياضة بكون تعبين، ما بقدر اشرب كمية كبيرة من الماء تكون مسقعة. واكيد اذا كنت بالصف وحسيت حالي اني كتير تعبين بقدر اقول للمعلمة اني انا تعبين، وهيك المعلمة اكيد رح تسمح لي انه ارتاح برات الصف، بعدين برجع للصف وبكمل الدرس تبعولي. اما اذا كنت بالبيت وعم بدرس وحسيت حالي اني تعبين اكيد بقدر اقول للماما او للبابا انه انا رح برتاح شوي وبعدين بكفي الدرس تبعولي. قصتنا لليوم بتحمل عنوان عندما اصبح كبيرا. اليوم سعدة عم تطرح على حالة سؤال. صديقتنا سعدة ما بتعرف شو بدها تعمل لما تكبر، فسألت حالها شو هو الاختصاص أو شو هو العمل يلي بدي أعمله لما صير كبيرة. هل حبكون مثل بي أستاذة مدرسة أو مثل أمي بقلب البيت عم ربي ولادي؟ هل حبكون مثل عمتي محامية أو حبكون مثل خالتي خياطة ماهرة؟ هل حبكون كصديقة أمي عالمة آثار أنقب على الكنوز الثقافية، أو بكون مثل جارتنا ممرضة بمستشفى؟ هل حبكون عالمة فضاء مشهورة أو رسامة بتعلم لأولاد الصغار الرسم؟ هل حبكون طبيبة؟ هل حبكون مذيعة أخبار؟ هل حبكون عاملة في مصنع أو مساعدة لمعلمة في مدرسة؟ دايماً سعدة كانت عم تسأل حالة شو بدها تعمل لما تكبر، فراحت سألت إمها وقالت لها إمها أهم شي يا بنتي تكوني مبسوطة بحياتك، فنقي المهنة يلي أنت بتحبيها. وقال لها بيا أهم شي يا بنتي تكوني مفيدة للمجتمع تبعولك ولبلدك. وعرفت كتير منيح سعدة انه كل هالاختصاصات كلهم مفيدين ومهمين للمجتمع تبعولها، وقررت بينها وبين حالها انه تنقي الاختصاص والمهنة يلي بتحبها ويلي بتفيد البلد تبعولها. بسينة او كلب، اليوم يا أصحابي رح بحكي عن الغوريلا. الغوريلا هي من فصيلة القرود، يعني هي من ذات عائلة القرود، من هيك بيشبهوا بعضهم كتير، وهي حيوان كتير كبير معقول يوصل وزنها ل 350 كيلوغرام. والغوريلا بحب كتير الانطواء، يعني ما بحب يتعاطى كتير أو يتفاعل مع حيوانات أخرى أو مع غوريلا أخرى. وهو منه حيوان عدائي أو عدواني، بعض الأشخاص بيفكروا أنه الغوريلا هو حيوان عدواني، هو منه حيوان أبداً عدواني، بيصير عدواني إذا حدا ضربه أو أزعجه بيصير معقولة عدواني. بيأكل الغوريلا أوراق الأشجار، وخاصة كتير بحب أوراق أشجار التوت. وبعيش الغوريلا برواندا، هناك في محميات بيهتموا كتير بالغوريلا. الأنثى الغوريلا أو الماما الغوريلا بتحمل البيبي غوريلا ببطنها 270 نهار،
ومن بعد ما تولد الأنثى الغوريلا البيبي الصغير الغوريلا بتضل تهتم فيه من أشهر لعدة سنين تيصير حيوان مستقل. أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا بوبو عم يسألني لماذا الصغار يبكون؟ ليش الأولاد الصغار الأطفال الصغار يبكون؟ بحب أقول لك يا بوبو وبحب أقول لكل الأصدقاء المشاهدين إنه البكاء عند الأولاد الصغار هي وسيلة كالحكي. أنت وقت بكون بدك شيء بتقول للماما أنا بدي كوب ماء، أنا بدي أكل، بينما البيبي الصغير ما بيكون بيقدر يحكي، من هيك بيستعمل البكاء كوسيلة تيقل لأمه أو تيقول لبيه شو بده. وبعض الأحيان الأطفال الصغار بيبكوا لأنه بيكونوا جعانين أو بيكونوا تعبانين، أو معقول يكون البيبي الصغير عم يبكي لأنه عطشان، أو يمكن حرام عم يوجعوا بطنه، أو يمكن بده شيء مش عم يقدر يقول الكلام لأنه هو بعد ما بيحكي فبيصير يبكي. وبعض الأحيان الولد الصغير بيبكي لأنه بكون عم بينادي للماما أو للبابا تبعوله. وبعض الأحيان كمان البيبي الصغير بكون عم يبكي لأنه بده حدا يغير له الحفاضات. فالبكاء هي طريقة كالتكلم يا بوبو، بيستعملها الطفل الصغير لأنه هو ما بيقدر يحكي، بيستعمل البكاء تيقول شو بده. لح اتعلم شي جديد. بهيدي الفقرة دايماً منتعلم اشياء جديدة، واليوم رح بخبركن عن بلد اسمه ايسلندا. ايسلندا هي جزيرة اوروبية موجودة بشمال المحيط الاطلسي، ومثل ما اسمها ببين بايسلندا في تلج، بس التأس تبعولها مقبول. عدد سكانها حوالي 320 الف نسمة، وعاصمتها لايسلندا هي ريكيافيك، لكن عاصمتها هي ريكيافيك. ايسلندا هو بلد ناشط بركانيا، يعني بايسلندا في بريكين فولكان، وهول البريكين معقولة ينفجروا، فهو ناشط بركانيا. اللغة يلي بيحكوها الايسلنديين هي اللغة الايسلندية. بفقرتنا الأخيرة يلي بتحمل عنوان ماذا لو، دايما بطرح هذا السؤال ماذا لو، وسؤالنا اليوم ماذا لو أريد أن أحمل طفلا صغيرا جدا بين ذراعي، بدي أحمل بيبي كتير صغير بين إيدي. بحب أقول لكم أول شيء يا أصحابي إنه بدنا نكون كتير 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 منتبهين نحن وعم نحمل البيبي الصغير، لأنه البيبي الصغير بعد ما تكون كتير منيح، بعد عظمه منه قاسي، فمن هيك بعده كتير ركيك البيبي الصغير، هيك بدي يكون كتير منتبه أنا وعم بحمله. جسمه للبيبي الصغير بعده ضعيف، من هيك بدي يكون منتبه أنا وعم بحمله. أكيد لازم أطلب الإذن من أهله للبيبي إذا بقدر أحمله، أو لازم أطلب كمان الإذن من أهلي قبل ما أحمله للبيبي الصغير، ولازم أحمله بطريقة قريب من جسمي وألقط إيده وإجره وظهره تما يقلب معي الله لا يقدر، فلازم احمله بطريقة يكون قريب من جسمي، بس اكيد ما لازم كمان شد عليه صوب جسمي تما ضايقه. واكيد اذا الماما والبابا ما قبلوا او اهله للبيبي الصغير ما قبلوا انه احمله، اكيد ما لازم ازعل، بل لازم اتفهم لانه البيبي الصغير بعده كتير كتير صغير تحمله، بنطر شوية بعدين بصير قادر احمله وحتى بقدر العب معه.